خبر عاجل وقبل قليلة، فرنسا تدخل على خط مقتل المغربيين برصاص جزائرية. عاجلة، فرنسا تدخل على خط مقتل المغربيين برصاص جزائرية. أكدت فرنسا الجمعة وفاة فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عدد من المواطنين، بعدما أفادت تقارير صحفية مغربية يوم الخميس عن مقتل سائحين يحملان الجنسية المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين. وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى وفاة مواطن واحد من غير أن توضح ظروف وفاته، وأوردت في بيان أن مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلة المواطنين التي نقدم لها دعمنا الكامل. يشار أن السائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية لقيا حتفهما بعدما أطلق خفر السواحل الجزائري النار إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، بعدما كانوا يقومون بجولة بحرية على متن دراجات مائية جاتسكي انطلاقا من شاطئ مدينة السعيدية. نشكركم على حسن المتابعة.